جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على الانتاج الحربي اليوم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بحضراتكم من جديد في فيديو جديد. حقق النادي الاهلي فوزا على الانتاج الحربي بنتيجه 3-2 في المباراه التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مؤجلات الجوله 24 من الدوري المصري الممتاز، واصبح بذلك رصيد النادي الاهلي 55 نقطه في المركز الثاني بجدول الترتيب مع وجود مباراتين من المؤجلات، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 61 نقطة. في الجانب الآخر يمتلك الانتاج الحربي 19 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وجاء جدول ترتيب الدوري اليوم كالتالي: المركز الأول نادي الزمالك برصيد 61 من النقاط، المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 55، المركز الثالث المصري برصيد 43، المركز الرابع الاتحاد السكندري 41، المركز الخامس بيراميدز 40، المركز السادس سموحة برصيد نقاط 40، المركز السابع إنبي برصيد نقاط 38، المركز الثامن طلائع الجيش برصيد نقاط 37، المركز التاسع مصر للمقصة برصيد نقاط 37، المركز العاشر الجونة برصيد نقاط 36، المركز الحداشر سيراميكا كيلوباترا برصيد نقاط 33، المركز الاثناشر الإسماعيلي برصيد نقاط 32، المركز الثلاثاشر غزل المحلة برصيد نقاط 32، المركز الاربعتاشر المقاولون العرب برصيد نقاط 29، المركز الخمستاشر البنك الأهلي برصيد 26، المركز الستاشر أسوان برصيد 25، المركز السبعتاشر وادي دجلة برصيد 23، ويتزايل الجدول في المركز التمنتاشر الإنتاج الحربي برصيد نقاط 19. في نهاية الفيديو بشكركم مشاهدينا ومتابعينا، ياريت تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.